قتلى وجرحى بهجوم مسلح طال موقعا للأسايش بمدينة الرقة. مجلس الرقة المدنية التابع لقسد يعلن حالة الطوارئ وفرض حظر في المدينة. وفاة طفلين جراء حريق اندلع في مخيم العريشة بريف الحسكة. النظام ينعي وفاة الداعية منير القبيسي مؤسسة تيار القبيسيات الديني في سوريا. فيلق الشام يصد عملية تسلل مشتركة للنظام وقسد شمالي حلب وينعي ستة من عناصره. استئناف اعتصام أهالي السويداء في ساحة السير للاحتجاج على الوضع المعيشي. الائتلاف يؤكد دعمه الكامل للمظاهرات الشعبية المتجددة في محافظة درفعت. جيش سوريا الحرة يعلن ضبط شحنة مخدرات قبل تهريبها إلى الأردن ودول الخليج. الليرة السورية تتراجع وتسجل 6625 أمام الدولار و7043 مقابل اليورو. 60 نبضة أخبار شهر.